جامعة الكفيل، كلية الصيدلة. تأسست كلية الصيدلة سنة 2016، تقبل الكلية خريجي الإعدادية للعلمي والأحيائي. يمنح الطالب شهادة البكالوريوس في الصيدلة، ويحق للطالب إكمال الدراسات العليا. يجد خريجو كلية الصيدلة فرص عمل كثيرة، منها الصيدلية الخاصة أو مندوب إعلاني دوائي، التعيين المركزي ضمن مؤسسات وزارة الصحة. تتميز تصاميم كلية الصيدلة بأنها تراعي أعلى معايير الجودة في القاعات والمختبرات، من حيث نوعية البناء والمساحة والتصميم والتجهيز بكافة المستلزمات الضرورية التي يحتاجها الطالب في حياته الجامعية.